كيستيون، واش شورت لينك منين من غير جوجل شورتنر غادي يتسبب ليا في حد فلاشين؟ نعم، الا كنتي كتستخدم دوك لي شورت لينك اللي كيتستخدموا غالبا في السبام، نعطيك مثلا بحال اد فلاي وهذاك وما جرى وراها، تقدر تسبريم عليك لاشين ديالك. بالنسبه خصكم تعرفوا واحد القضيه الاخوان، ان راه دوك الموظفين في اليوتيوب، دوك الموظفين راه فيهم عرب، دوك اللي تيشدوا هذا الشيء طلع هذا الشيء ديالنا حنا راه عرب، موظفين عرب، هاد الموظفين عرب تا هما تيشوفوا اش واقع، فهمتي؟ يعني انت ملي كيشوفوا تيشوف لك هذاك الفيديو تلقاك غير باغي تنصب على عباد الله، وكيشوف في هذاك الرابط داير اد فلاي تيعرف هذيك القناه اصلا الهدف ديالها غير سبام، تيسوبريميها لك، حيت هما راه عرب، راه ماشي ماشي كوار كيشوفوا هذا الشيء. واش فهمتي السؤال؟ فهمتي المعلومه؟ على العموم اد فلاي من بحال هاد اد فلاي وهاد الروابط اللي ربحيه، الا كنتي كديرها في الفيديوهات ديالك كينقصوا من قيمه الفيديو ديالك في يوتيوب. يعني كي فوالا تتسمى هذيك لاشين او هذيك القناه هي غير سبام، فهمتي؟ بعكس انه مثلا الا درتي دونايت باي بال ولا شي حاجه بحال هكا ماشي مشكل، تتبان بلو بروفيسيونيل.